اللي صار في فوسيانا أمس خلينا نحط نقطة استفهام كبيرة على الواقع الأمني في المعتمدين. مركز الحرس ما عادش مكفي، ما عادش مززي، المركز صغير وحاطينه في آخر الدنيا وما فيش أعوان برشا، معناها ما نجمش يقاوم مظاهر الجريمة حصته حتى قبل ما توصل. اللي صار البارح خلينا بالحق نحط نقطة استفهام كبيرة على الأمن في المعتمدين، فما بغينا نحكو على في الولاية. اليوم فوسانا أصبح من الضروري إن نلقوا فيها مركز شرطة، مش حتى مركز، 2 ولا 3، معتمدية كبيرة تستحق الحل الأمني. زاد من لازمه يكون موجود، زاد مع الأمني حتى التنمية والتشغيل وخلق مواطن شغل لازم. علاش؟ خاطر انك توفر خدمة للناس، الناس تتولى بالخدمة مش تتولى تضرب بعضها وتتعارك مع بعض على أبسط الحوايج. فنداء للناس الكل، رانا خويا فهمتني، ولازم بالحق نتحركوا كمواطني ولاية كاملة، مش حد كان جماعة فوسانا برك، باش يوفرولنا الأساسيات متاع العيش الكريم. والإدارات الكل لازم تكون موجودة في المعتمديات الكل. إيزي، لازم الوزارة لازم تتحرك وتعمل لنا حل جذري زادة لمشكلة الأمن في البلاد. سهل فيها شيء، عطونا في مركز شرطة ويكون معناها تتوفر فيه الإمكانيات الكل البشرية واللوجستية، باش نبدأ مع بعض الناس الكل نقاوم مظاهر الانحراف والجريمة. وربي يهدي الناس الكل.